بحث كتلة الاقتصاد الوطني والناس تبع في البرميل يطلع ولا هبط واش يدوا واش يخلوا. إذن هذا الاقتصاد هذا انتهينا منه نهائيا. اقتصاد لي هو ماهوش اقتصادي وما يسموه اقتصاد، ولكن العمليات الاقتصادية هذه اللي خلت الناس مثل ما قلتها ونزيد نكررها وندكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، هذا هو اللي وصلنا عليه الله عز وجل. نزيد نفكرك ونفكرك ونفكرك باش الامور هذه نبتعد عليها نهائيا. وصلوا ناس يشريوا في طائرات خاصة ضربوا في الراس على الوحدة التعديل، قال نمشي لباريس راه عندي عرضة يقبل الطيارة نتاعو ويمشي. أبعد من هذا، أنا شخصيا وقفت عملية تاع بناء قاعات شرفية تاع خواص عنده طائرة الخاصة نتاعو، عنده الطرماك الخاص تاعو وين إيجاري كما تقولوا للطائرة نتاعو، والقاعة الشرفية نتاعو، ويطلع منها وينزل منها. ماشي إلا دولة في دولة، يعني أمور خطيرة بالنسبة للسيادة، بالنسبة للأمن، بالنسبة للأخلاق. بينا فيه جزائريين ينوض على 5 تاع الصباح باش يصح له ساشي تاع حليب. وش من جزائر هذه؟